السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم أحبتي، هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. هذا تأكيد الكلامي إن ألعاب بلاي ستيشن 4 كلها راح تنزل، مو كلها، أغلبها راح تنزل للموبايل، لأن العملية عملية ربح شباب. يعني نزلوا كم لعبة ونجحت، فالآن داروا علشان يسوون الألعاب هاي وينزلونها في الموبايل. باتل فيلد موبايل اليوم لعبتنا، والحقيقة يعني شركة سوني، كنت نزلت شورت فيديو أنا عنت في شركة سوني، لأنها راح تقوم بتحويل الألعاب تقريبا 70 أو 60% من ألعابها على الموبايل، بعد ما يعني جربت الأرباح الخيالية اللي جتها من وراء تحويل لعبتين ثلاثة إلى الموبايل. وقلت لكم هذا المدير الفني كان وقتها مال شركة سوني أصر على أن يحول الألعاب للموبايل، فهذا تأكيد الكلامي. ولعبة أيضا مارفل سناب نزلت الآن موجودة. اللعبة لعبة بطاقات، اللي يحب بطاقات، ألعاب البطاقات اللي تتضمن بطاقات باللعب الآن موجودة في جوجل بلاي، وأنا أعلنت عنها بشورت فيديو أيضا. وإن شاء الله إذا أكو أخبار أكمل لكم الأخبار إن شاء الله. كالعادة لعبة باتل فيلد موبايل، في اللعبة راح تقفز في مركبات الفرقة، شأنها شأن باتل فيلد ديج مال بلاي ستيشن 4، وتقوم بتدمير ميدان المعركة. طبعا عليك اختيار أسلحة خاصة فيك، واستعد للحرب الشاملة، أسلحة وجلود وتمويه يعني راح تدوخ منها. خرائط اللعبة ثلاثيات الأبعاد، راح تستكشفها بنفسك، قابلة للتدمير. كمان نبيات زمن الحرب، يعني وضعوا بيات زمن الحرب تفاعلية في مجال واسع إلى بعض من أعظم معارك التاريخ اللي مرت، سواء بالحرب العالمية الثانية أو بعدها بقليل. عليك أنت تلعب في كل معركة بطريقة مختلفة طبعا، إذا أردت تتغلب على أعدائك هناك أهداف يومية وأسبوعية يجب عليك إكمالها لتربح مكافآت. المكافآت هاي تفيدك في التطوير وفي اختيار الشخصيات والهاي. وكما هي العادة باتل فيلد موبايل تطلب أن يكون عمرك أكثر 18 بلس، يعني أكثر من 18 حتى تستطيع لعب اللعبة. خلونا نطول عليكم، خلينا نطلع على اللعبة ونشوفها. اللعبة طبعا على الرغم من أنها تلعب في جنوب شرق آسيا الآن، يعني جنوب شرق آسيا، من أقول جنوب شرق آسيا يعني أقصد ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، سنغافورة، هاي الدول الآن إصدار تجريبي احنا محجوبة عنها للأسف، إلا أنها حققت يعني 7.8 7.8 من المقياس العالمي من 10، يعني مجرد بهالدول هاي صار التصويت عليها تقريبا يعني 8 وصل. اللعبة محجوبة، يعني ما أدري ليش هم يجربون هناك، يعني يجربون اللعبة هناك، إذا نجحت وهاي جابوها لنا، أو قبل لا يصدرون الإصدار الدولي يصدرون إصدار بيتا ويشوفون المشاكل مع اللعبة وهاي، ثم بعد ذلك يصدرون إصدار الدولي. راح نبدي، ما أطول عليكم، راح نبدي اللعبة ونشوفها ونستعرضها. ساينين يريد سجل ساينين، انا راح ساينين جوجل بلاي لو اي من هذولا. سبق وقلت انا ما اسجل بجوجل بلاي، لان جوجل بلاي راح يطلب صلاحية الدخول لهذا يعني لحسابك وهاي، فهذا بمجازفة الحقيقة. راح ادش جيست كجست يعني كضيف.
سيبينج ميشن داتا يقول الآن يجلب المعلومات عن المهمة. نورث أريزونا، شمال أريزونا، USA، أمريكا. Enemy forces is stealing water from، يقول تقوم قوات بسرقة الماء من كول بلانيت، من محطة فحم. الله، شوف الجرافيك، شوف لا يعني كأنك تلعب بلاي ستيشن 4. والله جميل. يلا بيعوا البلاي ستيشن 4، بيعوها بعد. يقول عندي اشخاص تحت، تقول اعداء. تقول سمول ارمز فاير، يعني عندهم نيران خفيفة. I got him. يقول اكو ثلاثة على الجسر بعد. اخ، طقونا ار بي جي. اوه، دبابة. يقول منين اجت الدبابة؟ معودين. اوف 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 اوف. طبعا هاي من ضمن اللعبة، من ضمن. عندنا منطقة معادة، يقول هاستايلز. يلا وين بعد اكو شيء؟ وينك؟ اطلع 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 اطلع، نشوفك. ما يموت هذا، ما يموت. وراء اروح اصعد له من فوق. موت. الصوت يمكن مو صافي شوية يا شباب، بي مثل نشاز. Yeah, I'm with you, sir.
stay with me. Get up here, private. We got business with that tank. راح اروح الهليكوبتر. يقول اصعد الهليكوبتر، راح اطلع منه ارجع. يقول عندنا شغل مع هال الدبابة. Welcome back Fuser. الان راح نستعرض اللعبة، راح نشوف شنو اكو ماكو. خندوس هاي، يقول دوسها. Your name كالعادة انا اكتب اسمي ماجد. واعطيهم 3 7 واقول له جو. تاب تو ابلاي. اوكي طيب. كنترول، الكنترول طبعا ما راح العب بها، خليها جرافيك. جرافيك هم ما راح العب فيه. سنسيفتي في جريديت كله. اوكي نرجع نقول ستارت حتى ندليكم اللعبة. هاي الأمور التضبيطية خليها لكم. راح ادش ستارت على اللعبة قبل. طبعا اسلحة اللي عنده فلوس يدش ذا في هذا الستور اسفل واحد جوا، هو الستور مخزن. تشتري اي سلاح تريده وتقاتل بيه. اللي ما تنفي فوز ستون باتل، يقول اقتل الاعداء حتى تربح المعركة. انمي فورسز نشوف. All squad command channel is open. يعني الى كل الفرق القيادة مفتوحة القناة مالها. طيب select respond to the point team. راح نختار النقطة اللي يصير دروب بيها. ديبلوي نزلنا. هو مقترح نقطة الحقيقة ما غيرتها، نزلت نفس النقطة اللي مقترحها. هلا بيهم، هلا جماعتي، هلا. شدوا الحيل، شدوا الحيل والظهر يبا. بدت لا 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 راح ارجع. طبعا اللعبة الموت فيه موت، ما ادري الدم يرجع ولا لا. خنتان شوية. اي يرجع جيد. خل ثاني دمك يرجع وتقدم. ما كنت انا بس واحد يا معود. يلا قتلنا واحد وانتصرنا. هو كتجربة يعني حط اللعبة. اللعبة طبعا مثل ما قلت لكم شباب يعني ينزلونها بجنوب شرق آسيا، يطلعون على الجسمة اللعبة، يشوفون عيوبها، يشوفون شنو تريد اللعبة، يشوفون المميزات مالتها، هل تريد إضافات، هل تريد، ياخذون الرأي مع اليوتيوبرز وبعدين ينزلون اصدار جلوبال عالمي. هاي اصدار بيتا مثل ما قلت لكم جنوب شرق اسيا. الرانك ارتفع 2 انطاني بازوك.
طيب تيجي راح تصير اصدار دولي، لا تخافون شباب، يعني بس هو يطول، يعني قلت لك يحسنون اللعبة كلش، يشوفون عيوبها، يشوفون شو اسمه الان بيها لاقية شوية، اشوف اللعبة اوف، هذه المعركة الحقيقية، يعني 16 ضد 16. اوكي دبلوي دبلوي، يعني نزلنا نزلنا الآن 16 ضد 16، علينا Delta objective is down. That's a negative on friendly control of Delta objective. Alpha objective is under enemy assault. Convert to defend. نسفت راحت. تحت مكشوفين فوق، نصير هذا واحد موت. لهيت بالدبابة. زين وين شو اسمه؟ ما انطاني سلاح، شو اسمه؟ مصيبة، غير ينطيني سلاح دبابات بازوكا لو شي، كدبابة ادمرها ببندقية. اثنين اكو، واحد جاي منه واحد جاي منه. محور صاحبي ما رجع دبابك. All forces, our attack on a contested hostile zone has been routed. Rendezvous and attempt alternate vector. Over. قتلنا. كان هذا عندنا اليوم حبايبي باتل فيد موبايل، لعبة قلت لكم اصدار تجريبي، نزلت على شو اسمه جنوب شرق اسيا، الان تلعب ماليزيا وسنغافورة فلبين كل الدول هاي، وان شاء الله يصدر الاصدار الدولي وتلعبونها، اللي يحب مثل ما قلت لكم الطريقة المعهودة، تسوي لك حساب مال سنغافورة لو فلبيني وهاي مال جوجل، وتشوف لك في بي ان وتنزل اللعبة، حتى ألقاكم في لعبة جديدة. هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.